حضرتك بتقول ان اللي عندها بطانة رحم مهاجرة كل شهر هي بتزيد، يعني مثلا لو في مكان معين بتطلع حاجات اكتر نعم وبتنتشر اكتر. نعم هنا معناه ان التشخيص المبكر او الكشف المبكر بيحميني من مشاكل. لو انا فضلت اتأخر ممكن الحالة توصل لفين عشان انبه كل السيدات ان هم يا يتجهوا ان هم يكشفوا للموضوع ده لو عندهم تأخر انجاب مثلا؟ أسوأ حاجة انسداد مئوي، بس ده نادر. يا معقولة؟ ده نادر، لكن التأخر فيها ممكن يدمر لي الأنبوبتين، وبالتالي ما عادش ينفع معايا إلا حقن مجاري. التأخر فيها أسوأ من كده، لأن لما يتأخر الأنبوبتين لما يحصل لهم دمار ما زال عندي فرصة أعمل حقن مجاري وتحمل. طبعا الأسوأ ما يمكن إن هو يدمر المبيضين، إن هو بيعمل أكياس في المبيض دورة كل شهر، بتعمل تفاعل داخل المبيض بتدمر البويضات، وكتير قوي من السيدات بتفقد قدرتها على الانجاب بسبب الكياس الشديده والمتكرره بعد عمليات، وتؤدي الى انها ما عادش تنجب بعد كده. حتى لو حقن مجهري ولا قصد حضرتك ما انجاب طبيعي؟ للاسف بقى طبيعي او حقن مجهري، انا مع هو بيقضي على البويضات الموجوده في المبيض بطريقه او باخرى، وبالتالي لما ادي منشط واجي اسحب بويضات ما الاقيش بويضات صالحه للاخصاب المجهري. بكلام حضرتك افهم ان كده معناه ان دي من اخطر المشاكل، ان انا ممكن توصلني ان انا ما انجبش خالص، صح لو كده؟ اتأهملت، لو انا اهملتها لكن شخصتها بدري او يعني مش متأخر قوي، وتفاعلت معها بطريقة سليمة مش بطريقة تضر المريضة، اساعدها انها تعمل حقن مجاري وتحمل وانتهى بطانة الرحم، وبتنتهي انتهت مع الحمل، مع بتنتهي الحمل تسع المشكلة دي. شهور او سبع شهور او ثمان شهور بتضمر هذه الخلايا اللي هي مش موجودة في مكانها، وستات كتير قوي كان عندها وحملت بالحقن المجاري وبعد كده بدأت تحمل طبيعي، الموضوع انتهى خلاص. من وجهة نظر حضرتك الطبية، لو انا عندي مشكلة البطانة المهاجرة، لو انا رحت في مكان او مثلا حد عالجني بطريقة غلط، ممكن يعني بعد كده لو رجعت مثلا لحد لدكتور شاطر او عنده خبرة يعرف يصلح اللي حصل، ولا لو باظ خلاص؟ في حالات لو باظت خلاص، في حالات لو باظت خلاص وانا من خلال البرنامج الجميل ده بحذر اي ست انها تعمل عمليات سواء بالمنظار او جراحيه لاستئصال اكياس دمويه بسبب بطانه رحم على المبيض. كتير قوي من الزملاء وكتير على المستوى العام بيعملوا العمليات ديت، لكن حقيقه ثبت انها بتدمر المبيض. احنا ما بنشيل كيس مش بيتقشر زي الاكياس العاديه، بنشيل كيس بنشيل مع جزء كبير من المبيض سواء بالمنظار نوع نكوي وندمر ده كلته، وبعدين تيجي الست البنت ما عادش عندها مخزون. انا بحذر تماما، للاسف كمان مش كده وبس، ده كمان بترد تاني، بدل ما كان عندها كيس بيبقوا اتنين، وبدل ما التلاته يبقوا سته، وكمان ودمر دمرت لها المبيض وما اقدرش البويضة. اعمل لها عمليه تانيه كل شويه عشان ده المبيض. امتى اعمل العمليه دي؟ فعلا لو الست انجبت وخلاص، هي انجبت وعندها ولادها ومش عايزه تنجب تاني، وعندها بطانه رحم عامله لها الام مبرحه في بطنها، بالتالي ممكن اشيل الكياس اشيل الرحم اشيل المبيض، مش هتفرق معايا قوي زي بنت سنها 30 سنه وما انجبتش لسه ومعها طفل واحد وعايزه تكمل الاسره بتاعتها. اوعم اوعم تماما تدمروا المبيض، احترموا المبيض، ربنا خلقه وحساس جدا. اشمعنى ما احترم الخصيه؟ محدش بيقدر يجي يمة الخس ويكو فيها ويشتغل فيها بسهولة، لأنه الراجل محافظ على نفسه، أما الست بيضحوا بيها حقيقة. وهي ممكن تكون مش على وعي، يعني مش فاهمة ده. هو المريضة مالهاش ذنب، هي المريضة الدكتور أنا كدكتور، لكن للأمان إن العلم فعلا بيقول كده، بيقول إنك أنت لما تلاقي أكياس دموية يا إما تعمل لها علاج طبي يا إما منظار يا إما جراحة، ده خيارك. هل معنى ذلك إن أنا أعمل الحاجات دي ثبت إن فشلها ما بتقضيش تماما على بطانه الرحم، وكمان بتفقد الست جزء كبير من خصوبتها، وبالتالي المفروض دلوقتي ما قلناش نعمل الحالات ديت، لازم كانت الست زي ما قلت اكملت الاسره بتاعتها.